تبلغ كتلة نبتون 17 مرة ضعف كتلة الأرض، وهو أكبر قليلا من توأمه القريب أورانوس الذي يعادل 15 مرة من كتلة الأرض. هو ثالث أضخم كوكب في المجموعة الشمسية، ويقع في الترتيب الثامن من حيث بعده عن الشمس، حيث تم اعتباره الكوكب الأبعد عن الشمس منذ أن اعتاد العلماء تصنيف كوكب بلوتو ككوكب قزم عام 2006. إن الصيف يستمر على سطح هذا الكوكب لمدة 41 عام، ومع ذلك فإن يوم نبتون هو أقصر من اليوم على كوكب الأرض، فعلى النقيض من 24 ساعة من اليوم نبتون لديه 16 ساعة في اليوم، وهذا نتيجة لدورانه السريع حول محوره. كوكب نبتون غير مرئي للعين المجردة، فهو الكوكب الوحيد في النظام الشمسي الذي تم اكتشافه عبر المعادلات والتوقع الرياضي بدلا من الرصد المنتظم. نبتون تم التنبؤ بوجوده قبل رؤيته، حيث تم رصد كوكب نبتون لأول مرة بواسطة العالم الفلكي غاليليو غاليلي أثناء رصده للسماء بواسطة تلسكوبه الصغير عام 1612 للميلاد، الذي اعتقد آنذاك أنه نجم ثابت، وقد تطلب الأمر 200 عام حتى اكتشف علماء الفلك أن نبتون كوكبا أثناء حساباتهم الرياضية عام 1846. وقد اكتشف نبتون من طرف عالم الفلك يوهان جوتفريد جال يوم 23 من سبتمبر عام 1846. تم اكتشاف قمر نبتون تريتون بعد فترة قصيرة من اكتشاف الكوكب، ولم يكن العلماء يعلمون بوجود أقمار الكوكب 13 حتى تم اكتشافهم في القرن العشرين. يوجد لنبتون 14 قمرا، أكبرها هو تريتون الذي يدور حوله، والمسافة بين نبتون وكوكب الأرض البعيدة تجعل نبتون يبدو صغيرا جدا، مما يجعل من الصعب دراسته من التلسكوبات الأرضية. يقع كوكب نبتون على بعد درجة واحدة من الموقع الذي توقعه العلماء الفلكيون قبل أن يعلنوا عن اكتشافه في 23 من سبتمبر عام 1846. توجد في كوكب نبتون 6 حلقات وأقمارها جميعا غازية. إن سبب اللون الأزرق لنبتون هو أن جزيئات الميثان تحتل المناطق الخارجية للكوكب، مما يعطي لونا أزرق للكوكب. المسافة بين نبتون والشمس هي 30 ضعف المسافة بين الأرض والشمس. يشكل الهيدروجين النسبة الأكبر من مكونات الغلاف الجوي لكوكب نبتون، بالإضافة إلى نسب أقل من الهيليوم والميثان، ويعتبر الغلاف الجوي للكوكب باردا للغاية، حيث يصل معدل درجة الحرارة فيه إلى 225 درجة مئوية تحت الصفر، بالإضافة إلى أنه يتميز بشدة نشاطه، حيث تعتريه درجات حرارة متقلبة ورياح شديدة السرعة، كما تغطيه غيوم باردة تتميز بسرعة حركتها. يعتبر المجال المغناطيسي لكوكب نبتون أقوى بحوالي 27 مرة مقارنة بالمجال المغناطيسي لكوكب الأرض. يذكر أنه في عام 1989 استطاعت المركبة الفضائية الأولى والوحيدة فوياجر 2 أن تتخطى كوكب نبتون بحوالي 4800 كيلومتر فوق قطبه الشمالي. من الجدير بالذكر أن كوكب نبتون قد أكمل أول دورة له حول الشمس في عام 2011 منذ أن تم اكتشافه، وقد تطلبت 165 سنة. نبتون معرض لعدد من الظروف المناخية أيضا مع اختلاف طبيعتها عن كوكبنا الأخضر، إذ أن هناك عاصفة هوجاء شهيرة تجتاحه وتسمى بالبقعة المظلمة العظمى. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.